رأيت امرأة مع رجل في وضع غير لائق ما دون الزنا، وأرادت أن تتزوج بشخص آخر أعرفه، فهل علي أن أخبره؟ لا، أستر سترك الله، أستر سترك الله، لعلها قد تابت، وإحصان المسلمات أولى من تركهن، لأنك إذا أخبرت لن تتزوج، وإذا لم تتزوج ستمضي أعمارها سنة بعد سنة، ثم بعد ذلك ربما تنحرف أو يصيبها شيء فتكون متسببا، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا يجوز النوم على البطن إلا لضرورة.